كما كان متوقعا ومأمولا نجح الهلال السعودي في استعادة لقب دوري أبطال آسيا بعد فوز مستحق بهدفين نظيفين على ضيفه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي. أجواء ما قبل النهائي من الرياض مع عيد السعدي وتفاصيل المباراة مع حمادي القردم. ما شاء الله هلالي. هلالي قلبي أزرق. ما شاء الله. ليش حبيت الهلال طيب؟ عشان شوف جوميز. عشان جوميز ها؟ جوميز طبعا اللاعب الفرنسي المشهور الكبير يعني. جميل. فاليوم إن شاء الله بالفوز يعني للنهائي دورة آسيا. مهم جدا فأنا هون موجود سعيد جدا لأن أشجع الهلال الزعيم وإن شاء الله الموج الأزرق جاكم. مرحبا اسم الأمير هلالية ولا لا؟ ها؟ تقول هلالية؟ إن شاء الله إن شاء الله كريم إن شاء الله. خليك متفائل. دائما متفائل هذا الهلال. مرة تخوف؟ صدق. أكيد أكيد. إيش توقعاتك؟ فوزنا إن شاء الله قول أمين. أنا طلعت مع الحبيب مصطفى لاغا 2019 في اليابان وحققنا البطولة واليوم إن شاء الله نحققها الثامنة. يعني تشوف نفسك يعني وجه تفاؤل للهلاليين؟ الحمد لله بفضل من الله هذا. ها توقعاتك؟ توقعاتي إن شاء الله 2-1 للهلال. صعبة صعبة. لا إن شاء الله إن شاء هذا اللي نتمناه. إيش اللي يخليك واثق؟ فريق إن شاء الله بجمل إن شاء الله والفوز إن شاء الله. إيش توقعاتك؟ توقعاتي 2-1 للهلال. واثق ولا ها؟ لا واثق بس على الله بس إن الثقة الزايدة إنها ما تغرقنا. بس ان شاء الله 3-0 لازم يفوز اليوم بالنتيجه. الفوز لابد منه بس لازم نتيجه. جاي من المباراه عشان مباراه اكيد ما يحتاج لان الهلال. لهالدرجه تحبون الهلال؟ نعم لان الهلال. نور الملعب اليوم يا حبيبي. والله بوجودك يا حبيبي. ايش توقعاتك هلاليه ولا لا؟ ان شاء الله هلاليه. والله وجهك يقول انك خايف. والله باذن الله. تعودنا على نهايه اسيا لكن بحول الله وقوته نجيبه الهيبه بحول الله وقوته. يلا مرحبا.